قطار الهند يسير على خطى سريعة ونسب النمو المسجلة تواصل التحليق، فمن المتوقع أن تصبح الهند ثالث أكبر سوق استهلاكية في العالم بحلول 2027، وذلك بعد الولايات المتحدة والصين، والسبب ارتفاع دخل الأسر من المتوسط إلى المرتفع. دعونا نطلع على التفاصيل. تحتل الهند حاليا المركز الخامس عالميا بمعدلات الاستهلاك، لكن شركة فيتش سولوشنز تتوقع زيادة الانفاق الأسري بنسبة 29%، وهذا سيمكن الهند من التقدم بمرتبتين لتصبح في المركز الثالث. ماذا عن نصيب الفرد؟ نصيب الفرد من انفاق الأسر سيكون أكثر من نظيره في الاقتصادات الآسيوية النامية الأخرى مثل تايلاند وإندونيسيا والفلبين بنسبة تقارب 8%. دعونا نتحدث أيضا عن إنفاق الأسر. تشير التوقعات إلى زيادة إنفاق الأسر 3 تريليونات في عام 2027 مع ارتفاع الدخل بنسبة 14.6% حتى نهاية هذا العام، ووصول الدخل حوالي 26% من السكان أو من الأسر إلى 10,000 دولار من الدخل السنوي، وذلك وفقا لبي أم آي للأبحاث التابعة لوكالة فيتش. ماذا عن التوزع الجغرافي؟ غالبية الأسر في الهند ستقطن في نيودلهي ومومباي وبنغالور، أما الأسر الأكثر ثراء فستكون موجودة في المدن وليس في الأرياف، وهذا سيمكن تجار التجزئة أيضا من استهداف أسواقهم الرئيسية. دعونا نتحدث في الفترة الأخيرة عن تزايد فئة الشباب في الهند والإقبال على الإلكترونيات، فحوالي 33% بين سكان الهند تتراوح أعمارهم بين 20 و33 عاما، وهذه الفئة تقبل على الإلكترونيات، وهناك زيادة كبيرة على مبيعات الإلكترونيات بين هذه الفئة، فحوالي 76.2 مليار دولار هو الإنفاق المتوقع على الاتصالات بحلول نهاية 2027. وفي حديثنا عن قطاع الإلكترونيات، أبل في أبريل هذا العام افتتحت متجرين للبيع بالتجزئة في دلهي ومومباي، وتخطط سامسونج أيضا لإنشاء 15 متجرا بحلول نهاية 2023. هذا غير الاستثمارات الكبيرة من قبل اي بي جي وبلاك ستون جروب الذين قاموا بضخ المزيد من الأموال في مراكز التسوق، وذلك من أجل زيادة الإنفاق الاستهلاكي. فبشكل عام لا شك أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي في البلاد سيساعد تجار التجزئة على استهداف أسواقهم الرئيسية في الهند.